كلا كاتشرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الخمسين، خناقة جديدة بين الاتنين، هي اتهمته انه قلبها في 10 مليون جنيه وعربيات وساعات رولكس وسبايك ذهب وعامل كمان غسيل لعقل بنتها ومقومها عليها، اما هو بقى رد وقال انها بتعمل كل ده بس عشان يرجع لها وانه هيحبسها. اما بقى اخوها فده اللي طلع وحدف قنبلة عليهم هما الاتنين وقال انهم اقذر علاقة حصلت في العالم. فتعالوا معايا اعرفكم تفاصيل العركة رقم 50 بين حسام حبيب وطليقته شيرين. فجأة كده ومن غير اي مقدمات طلعت شيرين عبد الوهاب واعلنت الحرب من جديد على حسام حبيب طليقها، وقالت عنه كلام صعب جدا. النجمة المشهورة بدأت كلامها وقالت الناس بتقول بتسمعي كلام حسام حبيب ليه؟ انا بروح له بالتهديدات، دمرني وبيهددني وبيبتزني، وبيقول كمان عني كلام وقح وكمان عن اصحابي، ولما بختفي بيوصلني عن طريق بنتي الصغيره هنا، وكمان مكرها فيا وفي ابوها وفي اهلي. شيرين كملت كلامها كمان عن حسام وقالت شخص مجنون ومريض نفسي مالوش اي صفه، انسان سماوي غير طبيعي، بيعامل بنتي بطريقه غريبه، يسالها رايحه فين وجايه منين، وبيخليها كمان تشاركه كل حاجه. للاسف مكرها فيا وفي ابوها وفي اهلي تماما. تبعت كمان شيرين كلامها وقالت انا دلوقتي ماليش حد خالص، ماليش غير ربنا وانتم والدوله، عاوزه ربنا والناس تحميني من الانسان اللي خلاني متدمره نفسيا، وكمان بشتكي من كل حاجه فيا ومش عارفه حتى اتعالج، انا بشتكي من كل حاجه وعاوزه اكمل علاجي مع دكتوري نبيل عبد المقصود اللي ساعدني وواقف جنبي بدون اي مقابل مادي، بالعكس كان بيتولى كمان هو كل حاجه كطبيب واب وصديق، هو واسرته كمان اللي واقفين معايا في محنتي، ارجوكم الحكومه لازم تتدخل، انا عاوزه الدوله تحميني لانه بيبتزني من خلال بنتي. المفاجأة بقى اللي فجرتها شيرين ان حسام كان واخد كل فلوسها، وقالت على مدار 6 سنين ما خدتش منه اي شيء من فلوس حفلاتي، وحتى ما اعرفش اي حاجة عن حساباتي، وكمان كسر الخزنة بتاعتي اللي كانت في شقة في كومباوند، وطلع منها التنازلات الخاصة بقضية شركة روتانا وخد ذهبي كله. انا حولت لحسام مبلغ 10 مليون جنيه وخد مني عربية رانج روفر ماركة 2008 باعها، وكمان خد ساعتين رولكس. اما بقى حسام حبيب فقرر انه يخرج ويرد على شيرين وقال طبعا انا خجلان من كل اللي بيحصل ومش عارف اقول ايه، بس والله العظيم انا بريء، وممكن يكون ده حصل عشان خاطر هي بتحاول انها تتصل بيا بقالها 2 3 يومين وانا ما بردش عليها. الورقه اللي شيرين بتقول انها حولت ليا مبلغ مالي مكتوب فيها غرض التحويل لزوج، فاول حاجه كده هو انا زوجها، ثانيا بقى لو كنت الزوج وهي بتدلعني بالمبلغ ده ازاي تخرج تقول انها عايزه فلوسها؟ يا هي بتكذب لما قالت اننا اتطلقنا، يا هي بقى بتكذب على البنك وقالت ان جوزها وحولت لي. كمان كمل حسام حبيب كلامه وكمان فجر مفاجأة كبيرة، فقال شيرين دمها بقى تقيل والمرة دي بجد هحبسها، وهي خرجت النهاردة وقالت الكلام ده لانها عمالة تتصل بيا لحد امبارح بالليل عشان نرجع لبعض، وانا ما بردش عليها لاني رافض فكرة اننا نرجع تاني بعد كل اللي حصل اخر مرة لما الامر وصل للنيابة والحوار كبر، وفي الاخر عشان انا زهقت عملت لها بلوك. وعن قصة رجوعه ليها قال الموضوع مش بالعافية، انا مش عايز ارجع، وانا اللي في سجن وعايز اتحرر منه، انا اللي تعبت واستحملت اهانات بقالي سنين على حاجات ما حصلتش، وعمري ما اشتكيت ولا اتكلمت ولا دفعت عن نفسي عشان ما يطلعش شكلها وحش، بس خلاص كده انا فاض بيا، وكل حاجة هتتقال للناس زي ما حصلت بالظبط، انا عمري ما اطلعت اسرار حد بره ولا عمري ما كنت هعمل كده، بس خلاص انا اضطريت لكده، الحياة مش بالعافية، انا مش عايز ارجع لها، وانا اللي بستنجد بالناس وبقول لكم نجمتكم الكبيرة اللي بتحبوها من سنين كتير عايز ابعد عنها ومش عارف اتصرف ازاي واستنجد بمين، انا بدعي ربنا قدامكم اهو يا رب عايز ابعد عنها يا رب ومش عارف اعمل ايه، انا تعبت بجد وسنين من الظلم والاهانه وبسكت وما بردش، وكل الكلام اللي كانت بتقوله كله غلط، هو في حد يكون ضارب حد وفتح له دماغه ويعتذر له عادي؟ وقبله كمان كان حالق شعرها وتعتذر لي عادي ويرجع له من تاني؟ هو في حاجه اسمها كده؟ اما بقى محمد عبد الوهاب اخو شيرين فطلع وقصف جبهه الاتنين وقال يا شيخه ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفايه بقى اقسم بالله قرفنا والناس قرفت منكم، انتوا اقذر قصه عرفتها البشريه والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا انتوا الاتنين. وفي النهايه تفتكروا بقى امتى بالظبط هتخلص القصه اللي مش بتنتهي دي؟